أهلا بكم مشاهدينا، التغطية مستمرة معكم على شاشة القاهرة الإخبارية، ونناقش في الدقائق القادمة المزيد من الحديث عن التطورات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على غزة. ضمن مبتاع حماس تجاوزت 5000 صاروخ وقد These are unconscionable acts. التدفق الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية لأهل غزة. كل مولاد صغار وبنات صغار. حماس غزة is becoming a graveyard. وقف إطلاق النار بغزة. And nothing justifies the collective punishment of the Palestinian people. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إصرار الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس على الفور. وقال بلينكين خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ في تل أبيب إن واشنطن مصممة على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس من أجل إعادة المحتجزين بقطاع غزة إلى منازلهم. كما التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عائلة المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة خلال مظاهراتهم في تل أبيب. طلبت عائلة المحتجزين الإسرائيليين رئيس الحكومة والكابينت بإعادة أبنائهم الآن في إطار الصفقة الحالية، وأكدوا على أن نتنياهو يجب عليه إثبات أن قضية المحتجزين على رأس أولويات الحكومة الإسرائيلية. أفادت وكالة الأنباء رويترز نقلا عن مسؤول في حماس بأن الحركة لا تزال تدرس العرض الأخير لوقف إطلاق النار في غزة. وأشار المسؤول في حماس إلى أن تصريحات بلينكين حول وقف إطلاق النار في غزة محاولة للضغط على الحركة وتبرئة إسرائيل. وللمزيد تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلتنا من هناك دانا أبو شمسية. إذا دانا، يعني منذ الأمس وحتى الآن الكثير من التصريحات، إن كان من قبل بنيامين نتنياهو، سموتريتش، أيضا بن غفير، ويعني أيضا هناك احتجاجات في الشارع الإسرائيلي، وكل هذه التصريحات والاحتجاجات تطالب إما بالوصول إلى التهدئة والإعلان عنها أو الخوض في غمار معركة رفح. يعني مما تشهديه على أرض الواقع، ما الكفة التي ترجح ربما وفقا لما تلمسينه دانا؟ منى، اللافت هو تغاضي بلينكين عن كل هذه التصريحات العنصرية التي تطالب بالدخول البري والعسكري على رفح، ويلقي في اللوم ويصر على أن حماس هي من تعرقل إتمام صفقة التبادل. آخر هذه التصريحات صبيحة هذا اليوم، وزيرة الاستيطان الإسرائيلي كانت في مقابلة لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقالت بأنه لا يمكن إلقاء كل إنجازات الحرب في سلة المهملات مقابل الإفراج عن 22 أو 33 من المحتجزين. هذا أثار حفيظة الشارع الإسرائيلي، وكان هنالك تظاهر على إثر هذه التعليقات وهذه التصريحات، حتى أن وزراء آخرين وسياسيين آخرين في الحكومة الإسرائيلية كانوا قد علقوا على هذه التصريحات التي تؤكد أن سلم أولويات حكومة الاحتلال لا تتمثل في ملف المحتجزين وإعادة المحتجزين لذويهم الذين ما زالوا في قبضة فصائل المقاومة كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، وعلى رأسها زعيم المعارضة الإسرائيلي لبيد الذي علق على تصريحات وزيرة الاستيطان بالقول بأن حكومة إسرائيلية فيها 22 أو 33 من الوزراء المتطرفين لا يجب أن تكون. هذه التصريحات لا يأخذها بلينكين على محمل الجد، يتغاضى عنها ولا يعلق عليها أثناء زيارته إلى إسرائيل، بل كما ذكرنا يلقي باللوم ويضع الكرة في ملعب حماس، نعم، ويقول أن
عدم الوصول إلى صفقة، هذا يعني تبديدها من قبل حركة حماس. نتحدث عن جدولة أعمال بلينكين. منذ ساعات الصباح الباكر التقى مع الرئيس الإسرائيلي هيرتزوغ، وكان خلال هذا اللقاء تظاهرة في تل أبيب لعشرات من عوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، تظاهروا أمام الفندق الذي ينزل فيه بلينكين، ما دفعوا إلى الخروج إلى الشارع ولقاء عائلات المحتجزين، وكانوا قد رحبوا فيه في الهتافات والشعارات، ويعولون كثيرا على هذه الزيارة، ويقولون له بأنه يجب المضي قدما في إتمام صفقة تبادل تفضي إلى الإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. حسب جدول الأعمال في تمام الساعة 11 في توقيت القدس أو ما بعدها في قليل، يجب أن يلتقي بلينكين في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة القدس لمناقشة العديد من الملفات، أبرزها العملية العسكرية البرية في رفح. ولربما نتنياهو كان قد استبق هذه الزيارة وقال بأن بدون صفقة أو مع صفقة فإنه سيتم العمل على الدخول البري إلى رفح. هذا يعني أنه يجابه قرارات وتعليمات وإلزامات الولايات المتحدة الأمريكية وعدم إعطائها الضوء الأخضر فيما يتعلق في الدخول إلى رفح. نعم. ثاني الملفات التي سيناقشها نتنياهو وبلينكين هو صفقة التبادل والوصول إلى إطار تفاهمي جديد للإفراج عن جميع المحتجزين على حد تعبيرهم، والحديث أيضا لربما عن تداعيات إصدار المحكمة الدولية قوانين في اعتقالات كبار الساسة الإسرائيليين وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو. نعم. ضمن جدول أعمال بلينكين سيكون له زيارة إلى معبر إيرز للتأكد من إدخال المساعدات والإغاثات الإنسانية هناك، ووفق أيضا هذه التصريحات التي كانت صدرت عن وزارة الخارجية الأمريكية سيكون له زيارة لمعبر آخر دون تحديد هذا المعبر، لربما في شمال القطاع للتأكد أيضا من وصول المساعدات والإغاثات الإنسانية. دعينا نوضح أن إسرائيل تستبق في كل زيارة أفعالها، وهذه المرة حاولت التصريح والقول، وحتى أنه كان هنالك يعني قبل قليل اجتماع للجيش الإسرائيلي تقريبا في محيط غزة للتأكيد بأن هنالك العديد من المساعدات والإغاثات الإنسانية والشاحنات تصل وفي طريقها إلى إسرائيل، حتى لا تضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل مجددا في موضوع الإغاثات الإنسانية. ولكن اللافت منا وسريعا وأخيرا فيما نعم. يتعلق في التصريح الصحفي لبلينكين، عادة ما يكون هنالك مؤتمرات صحفية عقب كل جلسة، ولكن هذه المرة نلاحظ من خلال متابعتنا الميدانية بأن بلينكين لم يعقد حتى اللحظة ولا أي مؤتمر نعم. صحفي، ولا يكون نعم هنالك نعم. إعلان عن أي مؤتمر صحفي، وكأنه يحاول التهرب من أسئلة الصحفيين. يعني بالحديث عن الإجراءات الأمنية دانا، يعني نحن أمام ساعات مفصلية، يعني خلال ربما ساعات أو أيام قليلة سوف يتم حسم هذا الأمر، إما الذهاب نحو الإعلان عن صفقة تبادل أو الإعلان عن بدء مرحلة رفح. وبالتالي هل هناك أمام كل هذه الاحتجاجات التي تحدث في الشارع الإسرائيلي تحديدا من قبل أهالي المختطفين، هل يعني هناك إجراءات أمنية خاصة الآن تقوم بها الجهات في الداخل الإسرائيلي؟ دعينا نقول منى أن هنالك تصعيد من قبل شرطة الاحتلال، وهذه الشرطة تابعة لسلك وزارة الأمن الداخلي والقومي إتمار بن كبير، وهو المعروف في تطرفه. هذه التظاهرات تأتي تعقيبا على كل هذه التصريحات اليمينية المتطرفة كما ذكرنا، وكانت التظاهرة الأهم اليوم أثناء لقاء بلينكين في هيرتزوغ، والآن يجرى يعني اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبلينكين لمباحثة المواضيع كما ذكرنا. نعم. حسب جدول الأعمال كان المتوقع من تمام الساعة 11 للحادي عشر ونصف، وبالفعل كانت القناة 12 الإسرائيلية قد أكدت بدء هذا اللقاء التشاوري ما بين بلينكين وبين بنيامين نتنياهو. في العودة إلى التظاهرات والحديث عن هذه التظاهرات، في مدينة القدس هنالك تظاهرات، وخاصة وتزامنا مع هذه الاجتماعات في تل أبيب كان هنالك العديد من التظاهرات، ليس فقط عند مقر إقامة بلينكين في أحد الفنادق، في أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وغيرها من الشوارع الرئيسية والمفصلية في تل أبيب. الشرطة الإسرائيلية صبيحة هذا اليوم كانت قد استدعت عشرات من المتظاهرين بحجة أعمال عنف وشغب وإغلاق الطرقات أمام حركة واضح أن هنالك تصعيد ضد عائلات المحتجزين، وواضح أن هنالك أيضا العديد من التصريحات التي تتهم هذه العوائل هي التي يعني تقود حركة إسرائيل وتقوي حركة حماس.
الأدهى من ذلك أن نتنياهو ذهب إلى أبعد من ذلك وذهب وطلب من عائلات المحتجزين أن يتوسطوا له عند المدعي العام للمحكمة الجنائية بسبب العلاقة الشخصية بينهم بأن لا يصدر هنالك أوامر اعتقال ضده. هو يريد تسييس هذه العائلات لمصالحه ومكاسب شخصية في المقابل لا يستمع إلى كل هذه المطالبات والمتطلبات على لسان عوائل المحتجزين وجنود الاحتياط أيضا الذين يشاركون في هذه التطورات، وهذا تطور لافت فعلا. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. وأيضا المزيد من تفاصيل وتحليل تنضم إلينا من رام الله الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية. إذن يعني دكتورة تمارا، بلينكن يحاول على ما يبدو الاطلاع، لملمت أيضا ما يحدث على الأرض، محاولة تقريب وجهات النظر، يعني هناك أهداف كثيرة لهذه الزيارة، لكن يعني كيف يتم تقييمها في هذه المرحلة بالذات التي يعني كنت أقول بأنه يعني نحن أمام ساعات قليلة وربما أيام قليلة لحسم هذا الأمر، إما باتجاه التصعيد أو حتى باتجاه التهدئة. بداية تحياتي لكم ولقناتكم الكريم. بالفعل هذه الزيارة أتوقع أن قد تكون هي الأخيرة، بالتحديد هي مفصلية. لماذا هي مفصلية؟ مفصلية إما الوصول إلى نقطة التصعيد خلال الثلاثة أيام القادمة، بمعنى الدخول منطقة رفح. عملية الدخول منطقة رفح هذا يعني التصعيد ليس فقط على المنطقة الجبهة الحدودية المتمثلة بقطاع غزة، قد تتحول إلى جبهات أخرى. أعتقد أن هذه الزيارة هي لها علاقة بترسيخ البعد الأمني، ترسيخ البعد في منطقة الشرق الأوسط. كنا بعام 2017 كان هناك ترسيخ بعد الناتو العربي أو ناتو الدفاع العربي الإسرائيلي الأمريكي. على ما يبدو لم يكن له حاجة هذا الناتو في خلال السنوات السابقة. على ما يبدو أن الأيام القادمة باتت أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن ترسخ هذه النقطة لأي تفادي تداعيات مستقبلية لتحول المنطقة، كون أن المنطقة بالفعل أن قواعد الاشتباك المنضبطة الآن بدأت الآن تتوسع لأكثر من نقطة. ما زالت أن المقاومة الفلسطينية مصممة على وقف إطلاق النار بشكل نهائي وأن يكون هناك ضمانة حقيقية من قبل إسرائيل من أجل أن يكون سحب الجيش الاحتلال من قطاع غزة بالإضافة إلى وقف إطلاق النار. ناهيك أن هذه الشروط بالنسبة لإسرائيل، كون أن إسرائيل حتى هذا اللحظة نتنياهو أشار بكل صراحة ببيان يوم أمس أن عملية مهما كان هناك ترسيخ الهدنة مؤقتة أو أن تكون 6 أسابيع أو شهر، أن في نهاية المطاف سوف يتم الدخول إلى منطقة رفح. قد يكون هذا التصريح من أجل الضغط على المقاومة، لكن المقاومة حتى هذه اللحظة ذهبت إلى مصر من أجل التدارس والنقاش التي لم ترد حتى هذه اللحظة. تم الإشارة عبر الإعلام قد يكون الرد الليلة من قبل حركة حماس بكل التفاصيل، ولكن باعتقادي أن حركة حماس لن ترفض، هي ليست في طرف أن ترفض هذه الصفقة، وأيضا هي لن تقوم بعملية القبول إلا بوضع تعديلات وبعض الشروط التي تريدها. باعتقادي أن المقاومة أصبحت لها مهامها أيضا في منطقة حزب الله، وردنا من أن زيارة وزير خارجية الفرنسي الذي تم زيارة لبنان، وأيضا هوكشتاين الوزير المستشار الأمريكي الذي تم عملية ترسيخ بعد المفاوضات. على ما يبدو أن حزب الله رسخ معادلة جديدة، إذا وقفت الحرب في قطاع غزة فأن حزب الله سوف يتم وقف الحرب. أعتقد أن الأيام القادمة هي سوف تكون إما نهوض هذه الهدنة، ترسيخ هذه المبادرة المصرية أو مفاوضات، أو أعتقد سوف تكون التصعيد هو سيد المشهد خلال الأيام القادمة. صحيح، يعني دكتورة تمارا، هذا المشهد سوف يكون مؤثرا على المدى البعيد بالنسبة للحياة السياسية لبنيامين نتنياهو، وهذا يعني يحدث فارقا كبيرا بالنسبة له وفعل الكثير ربما لأجله. وبالتالي دعينا نتحدث عن المكاسب باختصار شديد، يعني في دقيقة واحدة، المكاسب التي يبحث عنها بنيامين نتنياهو التي من الممكن أن يحققها الآن. نتنياهو فقط يريد شيئا واحد، وهو الحفاظ على وقعه الشخصي، الحفاظ على منصبه السياسي. اطالت الحكومة اليمينية أطول فترة ممكنة، وبالتحديد الآن نتنياهو بالفعل في مأزق حقيقي أمام الرطوق لمطالب الإدارة الأمريكية بالقبول بهذه الهدنة، بمعنى أن يكون هناك قبول
في سياق عدم الدخول إلى منطقة رفح وتخفيف وطأة الوصول إلى نقطة التصعيد هذه المرحلة الحالية، بالإضافة أن هناك في مأزق أمام بن كفير وسموتريتش أعضاء اليمين المتطرف الذي أشاروا عملية انسحابهم، هذا يعني حل الحكومة. واعتقادي أن نتنياهو دائما ويرضخ لبن كفير وسموتريتش، وأعتقد أن عملية رضوخه لبن كفير وسموتريتش هذا إشارة أن واقع الدخول إلى رفح آجلا أم عاجلا سوف يتم دخول. أعتقد أن حتى هذه اللحظة يتسنى الوصول إلى نقطة بالتحديد فيما يتعلق إجلاء المواطنين بشكل تدريجي. بدأ الآن هناك توسيع منطقة المواصي إلى المنطقة حتى منطقة خان يونس، بالإضافة إلى مناطق أخرى حتى إجلاء تدريجي من خلال القصف الجوي التي ما زال حتى هذه اللحظة قائما في منطقة رفح. على ما يبدو القصف الجوي هو تهيئة للدخول البري في قادم الأيام خلال شهر 5، وأعتقد عند الانتهاء من منطقة رفح سوف ينتقلون إلى منطقة حزب الله بشهر 7 وشهر 8 من العام الجاري. إذن يعني كما أشرتي دكتورة، على ما يبدو بأننا أمام لحظات ربما أيام قليلة وساعات فارقة في خضم ما يحدث الآن. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من رام الله دكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية. وصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الثامن بعد 200، مستهدفا بالقصف الجوي والمدفعي عددا من مناطق القطاع ومحيط مراكز الإيواء. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية باستشهاد شاب فلسطيني وسيدة إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا شرقي رفح جنوبي قطاع غزة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رفح الفلسطينية مراسلنا بشير جبر. أهلا بك بشير مرة أخرى، يعني أطلعنا على آخر التطورات الميدانية في هذه الأثناء بشير. تحية لك منى. يعني ما يحدث هو استمرار القصف الإسرائيلي وتحديدا بحق مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل قليل شقة سكنية في أحد الأبراج في المنطقة الشرقية لهذه المدينة، بالإضافة إلى ذلك إلى هذا القصف المكثف من المدفعية الإسرائيلية الذي يتركز في هذه الأثناء باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح وكذلك المناطق الشرقية لمدينة رفح. الواضح أن إسرائيل هي تريد تكثيف هذا العدوان باتجاه قطاع غزة من البر ومن البحر ومن الجو. نعم، يعني فيما يتعلق بالجانب الإنساني بشير، يعني نحن أمام واقع إنساني شديد الصعوبة، والآن هناك حالة من الإرباك، استمرار في القصف بكل الأساليب مدفعي جوي وبحري أيضا باتجاه منطقة رفح في ظل استمرار التحذير الإسرائيلي ب يعني دخول رفح فيما لو لم يتم الاتفاق على تهدئة. وفي هذه الأثناء نحن نتحدث عن عدد كبير جدا، أكثر من 1,000,000 فلسطيني في منطقة رفح. الحالة الإنسانية إن كان في رفح أو حتى في غيرها، كيف من الممكن أن نصفه ونقيمه وفقا لما تراه بشير؟ هنا يعني نحن على بعد اليوم الثامن بعد 200 من هذا العدوان الإسرائيلي. هذه الأيام الطويلة خلفت واقعا إنسانيا صعبا ومتدهورا للغاية في صفوف الفلسطينيين بشكل عام، سواء النازحين أو سكان هذه المدينة، مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، هذه المدينة التي باتت مكتظة بالنازحين. نحن نتحدث عن 1,500,000 نازح يعيشون في خيام، هم يعيشون أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة نظرا لعدة عوامل. العوامل الأولى منها عدم وجود مياه صالحة، ونسبة المياه وتلوثها بات في قطاع غزة بنسبة 100%، بالإضافة إلى التكدس الأكوام الكبيرة من النفايات والقمامة ومياه الصرف الصحي، إضافة إلى وجود رفات بشرية أسفل أكوام المنازل المدمرة. هذه العوامل اجتمعت وساءت من الأوضاع
الأوضاع الإنسانية في مدينة رفح وفي قطاع غزة بشكل عام، ما يسهل في التخفيف من هذه المعاناة هو استمرار تدفق الشاحنات المصرية عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة. هذه الشاحنات تساهم في التخفيف من معاناة الفلسطينيين، لكن المعاناة هنا مستمرة وهي بحاجة إلى مزيد من هذه الشاحنات التي تحمل احتياجات الفلسطينيين. نعم، يعني نعلم بأن هناك حالة من التوتر الشديد بشير فيما يتعلق بانتظار يعني مصير المرحلة القادمة، ولكن يعني كيف من الممكن أن نصف حالة الأهالي بانتظار يعني الإعلان ربما عن تهدئة قريبة فيما إن حدثت إن شاء الله؟ يعني الفلسطينيون هنا يترقبون بشكل كبير التطورات التي تأتي عبر جمهورية مصر العربية والوسطاء حول صفقة أو هدنة أو مفاوضات تجري من خلالها وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أيضا يتخذون من التهديدات الإسرائيلية بشأن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد هذه المدينة ويتخوفون من هذه التهديدات. الفلسطينيون هنا يعني يترقبون بحذر ما سيحدث خلال الأيام القادمة، وكلهم أمل بأن تثمر هذه الجهود المصرية بوقف لهذا العدوان الإسرائيلي الذي يستمر على قطاع غزة منذ 7 أشهر. نعم، أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من رفح الفلسطينية بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من هناك. إذن مشاهدينا الكرام، انتهت هذه التغطية، نلقاكم بنشرة الأخبار على رأس الساعة، كونوا معنا.